أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم المجتمع ماشي بالطابع الحيوي المعقول وبوجهه الأمن المقبول، ولكن مسار كل ملفاته مشلول، الاستغراب يوازي الإعجاب والعكس بتناقضات الشخصية اللبنانية. فالمجتمع اللبناني الذي صمد إبان ما كان يسمى حرب 75-90 بفعل الشخصية العائلية اللبنانية والحيوية اللبنانية الاجتماعية أكمل مساره بفعل تماسك العائلة وبفعل اللكسيك أو اللهجة أو اللغة الاجتماعية المقبولة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى عمود الأمن الصلب. هذه الشخصية اللبنانية تجمع في داخلها فئان: الإبداع والسخف، الذكاء وعكسه، الكرم واللؤم، الخير والشر، الوجه البشوش المشع والصورة الملبدة القاتمة، الطيبة والدهاء، كلها في شخصية واحدة، ولطالما غلبت فيها في السابق المزايا الجميلة المليحة على القبيحة. لكن العمود الفقري للمجتمع والحيوية والحركة السياسية وكل مفاصل الجسم اللبناني بقي صلبا راسخا، ألا وهو الجسم العسكري الأمني الرسمي المسلح. بقي هو عماد أي تطور وحاضن أي معالجة وضامن أي استقرار في الملمات كما في الحالات المريحة: الجيش، الأمن الداخلي، أمن الدولة، سائر الأجهزة. وأما الأمن العام فهو الجهاز العام داخليا وتواصلا على مستوى الإحاطة الخارجية، وهو السلك الذي يربط أو يصل بين الاثنين، بين الأمن إذا صح التعبير والسياسي إن على صعيد الأمن الطبيعي أو الاستخباري أو الاستباقي، وحتى في جانب منه الإعلامي والرقابي. نعرض للشخصية اللبنانية الفريدة وللبنان الوطن الفريد الوحيد الذي يشكل المختبر الصالح لتآلف 20 طائفة، ونعرض للأمن صمام الأمان لنوجز بقول لبناني مأثور: كلمة بتحنن وكلمة بتجنن. فكيفما إذا كنا في عصر التكنولوجيا نخشى أن يسفر تطور وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي عن تفلت في استخدام لغات التحريض والكراهية والأضاليل والحقد، والتي هي من أخطر ضرب مداميك المجتمع اللبناني الذي لم يستطع أعداء لبنان التغلب على هذا المجتمع وعلى هذا الوطن مهما كبرت تلك المؤامرات. فهل من الطبيعي ألا نرسي طرقا للتصدي أولا لبث الكراهية والتحريض والأضاليل؟ معنا مباشرة الجنرال منير عقيقي، رئيس تحرير مجلة الأمن. أهلا وسهلا فيك جنرال. مجلة الأمن العام. أهلا فيك. أول شيء تحية لك وللمشاهدين الكرام. جنرال، طبعا تلفزيون لبنان معود عليكم بالملمات كما بالأوضاع المريحة، كنتوا تساعدوا بضمن مجالاتكم للتلفزيون، والتلفزيون كان يعني كان في له جزء منه مخصص لكم بالثواب السابقات. اليوم عدا عن المرئي والمسموع وعدا عن الجرايد والمجلات والصحافة المكتوبة، صار في طفرة أو ما بعرف فوضى أو مش فوضى، نحن مش ضد الحرية، بالتواصل الاجتماعي. يمكن في إلى جانب علمي ومعرفي، بس في جانب كتير خطر هو الكراهية والأضاليل. أنتوا يعني أين أنتم من ما يجري من هذا الجانب المعتم أو القاتم بهال؟ أول شيء شكرا لاستضافتكم لنا. ما في شك هذا الموضوع اللي تفضلت وطرحته، هذا موضوع الساعة، مش بس على مستوى لبنان ولكن أيضا على مستوى معظم الدول، حتى الدول المتطورة والمتقدمة، لأنه بالصراحة ثبت أمام الاختصاصيين والمتابعين أنه الطفرة الإلكترونية يلي بلشت من القرن الماضي، الناس كانت متوقعة منها أنه تكون تصلح للخير أكثر ما هي للشر، ولكن للأسف ببعض المراحل انحرفت واستثمرت واستعملت من قبل البعض من أجل تأمين ومن أجل تسويق أجندات ممكن تكون لا تصلح لبعض الدول أو للجماعات، وبدأت بتنفير الناس منها، خاصة أنه بعض هذه المجتمعات تأثر فيها وكان في إلها وقع سلبي عليهم وعلى بعض الدول. نعم أكيد جنرال، نحن ما عم نقول في شيء إيديال بالعالم،
بس بدنا نقول للمشاهد انه نحن عملنا مقدمة عن خصوصية لبنان، لانه الكلام واللهجة كتير مفيدة بين الناس، وقت بتكون كلمة طيبة، وان قلنا القول المأسور كلمة بتحنن كلمة بتجنن. ومثل ما قلت انه بكل دول العالم في له جانب شرير، ولكن بلبنان وضع حساس. ايه نحن الخطورة بموضوع التواصل الاجتماعي طبعا، يعني مقاربته لهذا لهالموضوع. نعم. نحن قربناه بالامن العام. نعم. اول شيء على مستوى مجلة الامن العام. نعم. نحن العدد اللي بده يطلع بعد يومين عملنا ملف متكامل عن الجيوش الالكترونية بالاحزاب. مش الجيوش الالكترونية، هو جزء الجيوش الالكترونية، جزء من الموضوع. من الموضوع هو الموضوع الاساسي فوضى التواصل الاجتماعي من خلال بس ببث الكراهية والأضاليل والأكاذيب والأفكار الهدامة والحقد والعنصرية وتأثيرها وخطرها هالفوضى هيدي على الأمن الاجتماعي في لبنان. يعني بغزة العنف إذا كيفية طبعا، لأنه الخطورة وين بالموضوع؟ أنه كل واحد حامل تليفون. نعم. هو بحد ذاته صار منصة. نعم. صار منصة ممكن تكون هويتها مكشوفة، ممكن ما تكون هويتها مكشوفة، ممكن يكون عم يحكيك من لبنان، ممكن يكون قاعد خارج لبنان. نعم. وهيدي قلت لك هذا الموضوع كتير خطر، وقت اللي يستثمر لدخول إلى عقول الناس وشحن بمزايا موجودة أو بأفكار موجودة أصلا بعقلهم الباطني حتى يرجع يفجرها من جوا. ليه؟ لأنه بيكون في عنده أجندة، أسهل طريقة أنه يوصل. ايه وخاصة في مراحل الأزمات، يعني اليوم وقت بيكون في أزمات، وقت بيكون في توتر، وقت بيكون في وقت بيكون في خاصة انهيارات اقتصادية واجتماعية، وقت بيصير في انعزالات فردية. يعني اليوم لما تلاقي واحد منعزل بسبب كورونا، بسبب وضعه الاجتماعي، بسبب الفقر، بيصير يتلقى أكثر، يتلقى أكثر وبيصير يتفاعل أكثر، لأنه بحس حاله أنه دخل بمجموعة صارت هي العلاقة بينه وبين الفضاء الخارجي، المتنفس له ببطل يقدر يظهر منها. هون أهمية الوعي المجتمعي ووعي الدولة يلي هو يجب أن تطوره الدولة. يعني أنتو كأمن عام، إن كان كمجلة أو كجهاز أمن عام بشكله المتكامل، كيف عم تقدروا؟ هل عم تستطلعوا الطرق أما أنه بلشتوا بطرق بث الوعي بطريقة؟ نحن بالصراحة عم نستطلع، لأنه الشيء اللي عم نعمله هلأ أو اللي عملناه بالمجلة قدرنا نحكي مع معظم المسؤولين بوسائل بالإعلام الحزبي. نعم. يعني 6 أحزاب أساسية. نعم. بلبنان حكينا مع المسؤولين، عملت طبعاً تواصل معهم، عملنا أحاديث معهم، واتطرقنا لهالموضوع تحت عنوان كيف هن بيتعاطوا، كيف بيقدروا يضبطوا عناصرهم، لأنه نحن مثل ما قلت نحن بلد فيه 19 طائفة. نعم. وهلأ يمكن صاروا 20. نعم. كيف فيك أنت تضبط هذه المواقع من استثمارها واستغلالها، خصوصا أن الأحزاب إلى طابع طائفي للضرر. نعم. من هون كان معظم اللي حكينا نحن وياهم كأحزاب وإلى آخره، كلهم حكيوا نفس اللغة يلي هي لغة التلاقي ولغة العيش المشترك ولغة الضبط ولغة الالتزام بالأصول الأخلاقية والمفاهيم اللبنانية يلي تعودنا عليها. نعم. نحن مش عم نحاكي من نيات، انتوا لقيتوا نحن يعني في عندهم هالشي، بس بعض الأحيان حتى هن بيقولوا انه ما بيعود فينا نضبط. نقدر نضبط الشارع. نعم. نقدر نضبط هذه المواقع. نعم. حتى نقدر نخدها على مكان ما يأثر على الأمن الاجتماعي. حكينا مع أخصائيين بالعلم الاجتماعي. نعم. وبعلم النفس. نعم. وبعلم الإلكترونيات. نعم. حكينا مع كمان أحد الوكالات، مسؤول بأحد الوكالات الأجنبية يلي كمان عنده، وهون من وجه تحية لكل، مش خبرة، من وجه تحية لكل مؤسسة إعلامية عندها صد لكل شيء اسمه أخبار كاذبة وشك فيها، حتى يقدروا يميزوا بين الخبر الكاذب وبين الخبر الصحيح. نعم. لأنه هن المنصة يلي عم توزع. أكيد. إذا كانت هي إذا خبر كاذب متفجر واحد بيخرب الدنيا لسبب كمان انحكى معه، انحكى مع
أخصائيين مع منظمة اليونسكو يلي إلها دور كتير كبير بمكافحة الأخبار والأكاذيب الضل، لأنه مش بس هيدا موضوع بس بلبنان، للأسف هيدا موجود يعني حتى معظم الدول ما عم تقدر تلاقي له حل. ونحن بدنا نقول للمشاهد إذا اليونسكو مهتم بهالشيء معناتها ما إنه هو ضد الحريات يعني. لا لا، نحن وقت اللي طرحنا الموضوع نعم. انطلقنا منه بمسلمة واضحة وصريحة، هو الالتزام بالمادة 13 من الدستور اللبناني نعم. يعني كل شيء هو خارج هذه المادة هو قابل للنقاش نعم. أما المادة يلي نحن نحترمها يلي احترام حرية التعبير والحريات العامة في لبنان بما يضمنه القانون اللبناني، هيدي ثابتة عنا ومنزلة بشكل أنه ممنوع أي عمل. يعني كنا على طول نقول أنه المكافحة هذه الآفات وهذه الظاهرة لا تتم بالقمع ولا بالردع، بدها تتم بمدونة سلوك مجتمعية. إذا ما كانت هيدي المجتمع هو حريص انه ده كل اشكال المجتمع اللبناني كل مكوناته، اذا ما كان حريص على بناء منصه سليمه لكل هالامور ما بتقدر. يعني بتكون انت اليوم وقت اللي مثل كانك عم تواجه المخدرات بدك تواجهها بشو بتواجهها بالوعي اللي بتامن لك الدوله. لما في يكون نموذج تبعته مثلا اذا شفتوا خطاب كراهية او تحريض او اضاليل، في شيء نموذج مثلا تصرفتوا معه بنقدر نعرفه ام انه بشكل عام؟ في كتير كل يوم في اذا بتفوت على في بعض الصحف نعم. بتحط لك بعض الاحيان امثلة نعم. بس الخطورة وين هي وقت اللي بتفلت زمام الامور سيف العزم. وبتفوت بتفوت على الـ يعني بتصير القيم البينية السلبية بالمجتمع يلي هي الـ 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 الاستبداد يلي هو العنصرية يلي هي يعني هيدي التحريض الطائفي بس الأكاذيب بحق نعم. الناس ضرب هيدي مثل كرامتهم أحدهم بيقول إنه الاندبندنت مثل ما قريت بشغلي إنه من قبل هلا بال 2005 بيقولوا انه المواقع التواصل الاجتماعي مثل مسدس كتم يعني ما بتعرف منين بتيجي الطلقه ولا بتعرف وكيف لما تصيب ما بتعرف شو ارتداداتها حتى لو شوف الانسان منها ولكن بتدل ارتداداتها موجوده في معالجات. مفروض انه انا برجع بقول انه الدوله والمجتمع المدني والاعلام بالذات هن بدهم يكونوا جسم متكامل من أجل إيجاد حلول عملية، حلول ما بدي أحكيها بإطار القمعية مش قمعية لا ولا بإطار القانوني نعم. ما فيك اجتماع. للأسف يعني اليوم بيطلع واحد بيسب بيشيل بيحط بيأذي طيب في عندك الاجتماع والوطن والمسؤولية يعني والكرامة طيب جنرال معلش هون خلينا نمرق لو كنت ما بتحب تحكي كثير بالسياسي ولكن انه طيب هالاقطاب السياسيون او يعني او كل الناس المسؤولون يعني هودي طيب وقت بيحكوا كمان خطاب تحريضي وطائفي الا يجدر بانه هن يلتفتوا لحالهم انه شو عم نعمل ام بيكونوا قاصدين يفجروا الوضع حسب واكيد هالشيء هيدا يعني بتكون عم تعطي انت على انا بقول لهم انه الاعلام يعني زملائنا يلي بنحبهم وبنحترمهم بالاعلام على طول هن المرآة يلي بتعكس الواقع الموجود بس فيك تعملها فيما بتخاف هلا اذا كنا نحن وانا بقول لهم دائما لما يكون قاعدين بجلسات مناقشه اذا انت بدك تعتبر حالك سلطه رابعه خذ دورك انت دورك المسؤول انت صحيح مرايه بتعكس بس انت بنفس الوقت بدك تكون صانع القرار اللي يخدم الخير نعم. اذا ما كنت هيك مش معناتها انه تغطي على الغلط اكيد فيك تعملها للمرايه فيما تطلع اخف لا ما بعطي مرايه مجازي انا يعني. لا انا انت صديق الاعلاميين وبتعرفه من زمان المرايه يعني. مرايه الغلط لازم الوصول الى المعلومات
لكشف الحقيقة لازم تبين. نعم. هلأ طبعا في معلومات بكل دول العالم بتكون هيدي كلاسيفايد ما فيك انت تكشف عنها لأنه بتخص المصلحة العليا. نعم. أو مصلحة المؤسسة. أما المعلومات يلي لازم توصل للناس لازم توضح للناس الحقيقة حتى ما يكون هذا الخبر، لأنه مرة على مرة أنا أؤمن بطبيعة العمل يلي الطبيعة هي بتحمي حالها بحالها، الإعلام لازم يحمي حاله بحاله. إيكو سيستم سياسي وإعلامي. إيه يعني اليوم وقت اللي بيكون عندك إعلام عم أي مؤسسة أي شخص عم يكتب شيء غلط وقدرت أنت توضح له الغلط. إيه. تاني مرة الناس بتصير تشكك بمعلوماته. بصير عنده وعي. بصير عنده وعي. ومع إضافة. نظرية الشك بالأخبار هي أهم نقطة بتطويرها. لأنه كل مؤسسة إعلامية إذا ما كان عندها منصة لإلها خاصة بكشف الأخبار الكاذبة بدها هي تصير تتفاقم عليها، مش بس بتصير هي يعني مصدر للنشكة، بتصير هي مثل كأنه جسر لنقل وبتفوت بالمعمعة بالغلط. هيك سألتك أنه نحن ما عم نحمل الإعلام، عم أقولك أنه إذا كمان رب البيت إذا كان السياسي يعني السياسي ضرورية. نحن ببلد ديمقراطي الحرية هي أساس كل شيء. نحن إذا وجدنا بهالبلد لأنه في حرية، هلأ الحرية بتوصل لمحل لازم هي تحمي حالها بحالها. يعني اليوم وقت اللي بيكون هالكلام اللي عم ينحكى غلط او الناس هي بتقرر اذا كان غلط ولا لا. ايه بس اذا زعيم هالناس بيجي بيقول لهم والله الجنرال منير حقيقي عم يشتغل لحتى يضرب هيدا المذهب الفلاني او الطائفه الفلانيه وهو شيء مش مزبوط، هيدا غلط. يعني في عندك ماس كبيره بدها تتاثر باللي قال لها اله تبعوله. لما يعني لما هون بنرجع لنقطه اساسيه، انه لما يكون في عندك دوله بكل مؤسساتها بكل انظمتها القانونيه، لما تكون عم تقوم بعملها التام، لما يكون في عندك مجتمع مدني واعي عم يقدر هو بده يحميك، هو ما بيقدر انه واحد اذا كب كلمه انه دغري صدق بده يكون مثل الفلسفه، بده يكون هون رجعت لك انه هذا الوعي هيدا بده ينوجد بقلب المجتمع، والشك هو من اساليب الوعي طبعا اللي عم يخي مزبوط طبيعي مزبوط طبيعي. وهذا الوعي بده يتعلم ان كان الوعي الانساني والوعي الاجتماعي والوعي الاقتصادي والوعي السياسي والنظام السياسي اللي بيكون منفتح على الديمقراطية وعلى كل هالقضايا هي كلها تربية. وهون دور المجتمع، عم قلك ما بتقدر انت تقمع، ما فيك تقول للواحد اللبناني. بس لما يكون في عندك انت لما يصير الاستثناء قاعدة والقاعدة استثناء يعني الامور فارطة. ايه بس خليني مرق شغلة هون جنرال منير عقيقي، مثلا في شيء بيبقى كمان استثناء ولكن ايجابي، اذا شفنا مثلا مدير عام الامن العام اللي وقع بس ابراهيم اللي هو شغلته امن عام، يعني الامن اللي بيتعلق بالداخل ومع الخارج ومع شفناه مثلا انه الشعب اللبناني اللي هو بيعرف او ما بيعرف عنده يعني بيستسيغه انه هو يلعب دور سياسي اطفائي او وسيط او شيء، العالم ما بتعرف عنه الا هالشيء مثلا يعني. ايه بيطلع بعض الاحيان في بعض الافراد بيطلع بالمجتمع. بعض الاحيان الناس بتقول ليش عم يعمل اللواء ابراهيم، شو خصه بالسياسي؟ بس غالبيه الناس بترتاح لدوره عدا عن الارتياح. نعم. اليوم انا عم اقول لك انه بالقانون. نعم. اليوم دور الامن العام وخاصه مدير الامن العام بالقانون هو مستشار للسلطه التنفيذيه. في إلى قانون يعني في إلى قانون، مش انه هيك عم هو الرجل الدور. الاول. نعم. في الأجهزة الأمنية الذي يتعاطى بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعني مثل مستشار للدولة يعني. طبعا نعم. لسبب في كتير ناس في مسوغ قانوني طبعا ناس ما بتعرفه يلي بيطلع على مهام الأمن العام. نعم. من هون أنا بقول دايما أنه الصحافي لازم يكون مطلع ومثقف يعني بكل القضايا اللي إلي عليها. نعم. من هون أنا بدعي أكثر وأكثر للتخصصية في الإعلام، يعني التخصصية في الإعلام شغلة كتير مهمة، في إشياء عامة متعارف عليها وفي تخصص. يعني لما اليوم يعني تفوت على الصحافة الاقتصادية والصحافة الاجتماعية والصحافة الأمنية، هون بيصير في عندك أول شيء
بتعمم التخصصية والمعرفة أكثر، وبالتالي بتفتح آفاق العمل أكثر وأكثر. إيه بس الصحافي الشامل اللي بيكون عنده ثقافة صحافي شامل أكيد. نعم. في أشياء عامة. يعني جنرال بيختم هذا المحور، يعني من بدنا نضوي، يعني بدنا نقول مختصر عن الأمن العام إنه عم يأخذ دوره بأنه عم بيخفف، عم بيخلي الناس تكون أفيد بالخير مش بالشر. طبعاً نحن هذا الموضوع يلي طرحته هلا التواصل الاجتماعي. نعم. الاجتماعي هو مقدمة لمشروع يخدم المجتمع اللبناني تحت من دون ثوابت سياسي ولا تحت ثوابت الحرية. نعم. تحت ثوابت الأمن المجتمع، وتحت ثوابت الأمن العام بشكل الوطني. لأن الأمن الوطني، لأنه كل ما بتزيد النعرات الطائفية، مع أنه بالقانون القانون فيك توقفها، بالقانون فيك تتصدرها. ايه أنا دايما لما الصحافي عم يعمل تقرير أو عم يحكي عن مواضيع موجود بالقانون، العقوبات شيء اسمه يلي بيحكي عن النعرات الطائفية والمذهبية بكل هالأمور هيدي، من الضروري جدا أنه نقدر كلنا سوا كمجتمع مدني، كدولة، كمسؤولين، كأمن عام، كل هالأمور هيدي، أنه يقدم ما فيه الخير لهذا المجتمع، لأنه نحن بصراحة شعبنا تعب، ومن المفروض أنه نلاقي له مساحة يرتاح فيها، ما تكون مساحة مش كل ساعة أو كل دقيقة ينطر تيجي نوتيفيكيشن يهزله أعصابه. طيب جنرال، هذا المحور بيخدنا على شيء يمكن أخف وطأة ولكن كمان له تأثير. يعني في ناس مثلا بتقول الأمن العام عم يعمل رقابة على الفيلم الفلاني، على المسرحية الفلانية. في ناس بيقولوا، يعني في وجهة نظر بتقول أنه هذا صار أريري، أنه يعني بتراقب فيلم أو بتراقب مسرحية بدها تنعرض بين هالوقت وهالوقت، بيكونوا عاطينكم خبر، يمكن يكونوا قايلين لكم بالعكس، عاطينكم تاريخ مش مزبوط، تروحوا بتراقبوا المسرحية أو شو بيمكن يورد فيها، وحتى في الفيلم الأخير اللي أنتوا كمان. فينا نعرف شو أول شيء أنتوا عم تشتغلوا ضمن القوانين فيها، وبعدين إذا عم تشتغلوا ضمن القوانين فيها، هل بتلاقي من العصر الجديد، العصر اللي نحن فيه، أو المجتمع اللبناني؟ أنا رح أرد السؤال لحضرتك. نعم. أنت كصحافة، نعم، هل مطلع على القوانين التي ترعى عمل الأمن العام بموضوع الرقابة؟ أكيد لا، لأنه كان عندنا مكتب هون لألكم بالتلفزيون. هيدا أيام كان تلفزيون لبنان لوحده. ايه. يعني هذا اللي بدي اقول لك اياه هون، انه للاسف معظم اللي بيتعاطوا بهذا الشان هن غائبين عن الواقع للعمل تبع الامن العام. نحن كجهاز امني، نعم، نحن جهاز امني ينفذ القوانين، قوانين ما في. نحن عندنا الامن العام مدون بموجب قوانين. نعم. بموجب تعليمات وبموجب مراسيم، وهالمراسيم تعدلت والقوانين تعدلت في أمور إلى آخره، وكل هالإشياء هيدي موجودة ضمن القوانين. نحن ما عم نقوم بشي عمل خارج إطار القانون. بيطلع حدا بيقول مثل ما عم تتفضلوا، إنه معقولة مثلاً إنه بدكم تروحوا تراقبوا فيلم موضوع فيلم أو مسرحية وهلأني بنشوفه على اليوتيوب. نعم. أنا معك، تفضل على مجلس النواب وغير مول القانون ويراقب اليوتيوب، غير القوانين. ما بدك ياني انا استلم هالموضوع، تعال تفضل. انا مع انه انتوا طلبتوا انه نحن، انا هلا اني رح اكشف شغله يمكن ما حدا بعد. نحن كامن عام، اول ما استلم المدير العام اللي وقع بس ابراهيم الامن العام بالسن، كان في عنده حوار مع اذاعه سنه 2012، وقال لهم انا بتمنى انه نظهر يظهرونا من الرقابة، يبطل الرقابة في لبنان من مسؤولية الأمن العام. طيب هذا الموقف من سنة 2012. طيب اليوم مش أنا مسؤول عن صن نص القوانين، نص القوانين اللي بتسند إليك سن القوانين. أنا أنفذ القانون، أنا كجهاز أمني تنفيذي أنفذ القوانين الصادرة عن الدولة اللبنانية. هلأ انتوا اقترحتوا انه يشيلوا هالحمل عنكم، خلي في شي هيئة. نحن وصلنا مؤخرا، فتحت موضوع المسرحية. نعم. طيب المسرحية ست نضال أشقر بالصورة
وهي على علاقه جيده بالامن العام وبتعرف كل هالامور. نعم. ومنا بنت امبارح اكيد هو ولايقه وكل شيء في اصول. هلا اذا انا ما عم نفذ القانون انت بتعرف تيجي بتحسبني، اذا عم نفذ القانون غلط بتعرف تنتقدني، بس ما فيك تزم فيي وتضربني بالطريقه يلي بيحاولوا تهويد المؤسسات. لا، نحن ما بنسمح حدا يهود مؤسسات الدوله. نحن اذا عم نعمل شيء غلط في مين يحسبنا؟ نعم. وفي قانون بيحسبنا. نعم. بس وقت نكون عم ننفذ القانون ما لك حق تحسبني. نعم. حاسب يلي وضع القانون. نعم. لا اكثر ولا اقل. اليوم انا بدي اقول لك شغله، وكنت عم اقول لك انه نحن مقترحين كأمن عام انه تفضلوا يا حضره السلطه التنفيذيه شيلوا هذا العبء عن الامن العام، لانه كل ما بنكون عم ننفذ شيء منه بيطلع حدا بيقول انتم مينكم؟ من هي اللجنه؟ لا يا حبيبي، هاي اللجنه يلي بتنظر بالرقابه على افلام السينما، هيدي لجنه معموله بقانون، هيدي مش انا مخترعها ولا الامن العام مخترعها، هيدي فيها مندوبين عن وزاره الخارجيه، عن وزاره الثقافه، عن وزاره التربيه، فيها مندوب عن وزاره الاعلام، وفيها مندوب عن وزاره الداخليه، وفيها مندوب عن وزارة الخارجية قلت لك. نعم. والداخلية. هيدي والناس الموجودين فيها ناس محترمين مثقفين ومطلعين على كل الأمور، يعني وقت بيكونوا عم ينظر لموضوع عم ينظروا فيه من القانون يلي بيرعى عملهم، يلي بالقانون اللي صادر. هلا بتقلي صادر بال 1947 جديد. في قوانين بلبنان طلع بال 1907 بال 1907 موجوده. نعم. روح عمول معروف غير بالبرلمان، ساعد عند المشرع، عروض مشاريعك الحلوه عند المشرع ونحن معك. نحن ما عندنا متمسكين بالسلطه بس نحن طرحنا هذا الموضوع انه نقولوا لنا موضوع الرقابه نحن في قوانين نحن بننفذها. طيب، في قانون صادر بسنه 47، في مرسوم حول تنظيم اجراء الرقابه على الاشرطه السينمائيه سنه 59، راح كمل لك. في احكام القرار 2385 يلي له علاقه بالملكيه التجاريه والصناعيه والادبيه والفنيه والموسيقيه، معطوف على القانون 75 لسنه 99. نعم. يلي هو حمايه الملكيه الادبيه والفنيه. جدول قانون 174 يلي منع الاعلانات المباشره وغير المباشره على منتجات التبغ. نعم. نحن مسؤولين عنها، بيقولوا بيبعثوا لنا اياها لان تنفذها. تتنفذوا اذا لقيتوا بانويات او اعلانات بيقولوا وين الامن العام. بيقولوا وين الامن العام. القانون الصادر بسنه 55 عن مقاطعه اسرائيل، تنظيم مقاطعه. نعم. اسرائيل. طيب، بيقولوا لك انه انت ليه ما عم تنفذ هال في قوانين بال 2000 وبال 99 وقبل وبعدين واخضاع المسرحيات، هذا القانون سنه 77. كل هالامور انتوا عم تنفذوا مو لجون. اذا بدك يا حضرات الساده، اذا بدكم تنقلوا هذا المهم، ونحن بنتمنى نحن انه تفضلوا شكله عملوا اللازم، وقتها نحن انه يكون لجنه من الكبار، من وزراء المعنيين، من المجتمع المدني، من المجتمع الثقافي، من النقابات الفنية والتمثيلية وإلى آخره، إنه طرحوا هالموضوع وقانونيين نقابة المحامين ونقابة الصحافة طرحوا، لأنه هيدي القوانين ما فيك أنت هيك بلحظة تقول بدي بخبرك شغلة، يعني إذا بشيلوها بصير في فرق مؤخرا. نعم. مؤخرا تقدم مشروع، يمكن نايب سيرج تور ساركسيان ونديم جميل، مزبوط، طلبوا قدموا مشروع انه يشيلوا بس الافلام السينمائيه من الرقابه من الرقابه وياخذوها على وزاره الثقافه. وقتها انطلب راينا، قلنا لهم يا عمي مش بس هودي، خذوهم كلهم، بس هودي ما تشتزقوا لانه هاي القوانين متداخله ببعضها. ما فيني انا مثلا يجيني فلومي على المطار ووزاره الثقافه مش موجوده هونيك، هي تشوفه، بدها تشوف كل شيء. اكيد. لسبب اعملوا هيئه وشرعوها. نحن عم نطرح هذا الموضوع خارج الامن العام حتى نلاقي له حل. حج كل مره يطلع مين ما كان يطلع
ما عم قل لهم يطلعوا ما ينتقدونا، ينتقدوا بس ضمن القانون، ينتقدوا ضمن ضمن الاحترام الأخلاقية المهنة يلي هني عاملين، لأنه إذا شيء مرة ما راقبتوا بيقول لكم ديوان الأمن العام صح. وإذا أنتوا تخليتوا عن هاي اللجنة طب لمين بدها تروح؟ أنا بتذكر إنه في أكثر من مرجعيات كانت تبعت لنا كتاب إنه هيدا لا يمرق هالشيء وكيف كذا، لأنه لأنه كل هيدي مرتبطة بقوانين متشابكة. وفي ناس بيتجاوبوا معكم بتقول له مثلا عامل هالسبوت أو هالإعلان بيعمل زعر بين كذا، بيتجاوبوا معكم كتير كتير في ناس في تعاون معكم. في كتير تعاون قوي، وبالعكس يعني بينبسطوا لأنه في شغلات ما بيكونوا عارفين شو انعكاسها على المجتمع. هلا بيقول لك يتركوا العالم هي تقرر، يا أخي يتركوا العالم تعا شيلها مني بالقانون واتركها، بدك اياها فلتة او بدك اياها منظمة؟ اذا بدك اياها منظمة في الى طريقة، واذا بدك فلتة. طيب جنرال منير عقية بدنا ناخد فاصل، بدنا نرجع نحكي عن جوازات السفر وليش هالعجقة، وحدا بيبعت هلا بيعت حدا انه ليش كان يكلف 100 صار يكلف 100 دولار وكان 40 دولار، واذا بيعت على الفيسبوك ايه واذا بساعتين ليش انا فيني اخد وما فيني اخد. على كل حال اسئلة يعني عم تطرح على الامن العام، ومنشوف مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. جنرال منير عقيقي بنرحب فيك مره ثانيه، رئيس تحرير مجله الامن العام. جنرال يعني ما يعني هاي اسئله كلها بالراي العام هالايام، كثره يعني في هجمه على تنظيم جوازات السفر، وهذا في ناس بتقول يعني انه ليش او ثلاث اسئله، في ناس بتقول ليش هالعجقه هالقد وكيف مش عم تقدروا تلحقوا انه تعطوا جوازات، في ناس بتقول خي انا بدي اياه بساعتين، هداك بيقول لك بدي اقعد 50 يوم، وفي حدا بيسال انه كلفه هالباسبور عم بيكون 100 دولار من بعد ما كان 40 دولار، عم يسالوا عن التكلفه. اي بقى بدنا سؤال يعني كل فقره بنحكي عنه. اول شيء تنحكي عن العجقة. عن هالزحمه اللي عم تصير. طبيعي نحن من 5 سنين بلشنا بالجواز البيومتري. نعم. تنظيم الجواز البيومتري. طبعا في كتير ناس وقت اللي عملوا جوازات السفر من 5 سنين، في منهم عملوها لسنة، في منهم عملوها 3 سنين، في منهم عملوها لخمس سنين. نعم. ما كان في بعض 10 سنين. ايه. هلا بال 2021 استحقت معظمها. ايه يلي يعني عمل 5 سنين. خلص. يلي خلص مدته. ترافق هالشي يعني بصوب حزيران. ايار حزيران مع ازمه، ترافق مع ازمه انه ما في وراء اخراج ايد بالدوائر النفوس، وحتى وراء بول مرات ما في او اوقات كذا، صار كل واحد يقول يا خيي بكره اذا انقطعت هال على اخراجات الايد خلينا نروح هلا نيجي كمان نعمل نلحق حالنا ونعمل. هيدا سبب من الاسباب هالتهافت وكذا. بس ما ننسى كمان سبب، في ناس خافت قالت لك خلي الباسبور معي. ما خلينا هيدا سبب من الاسباب انه واحد عم يجدد. هذا ايه عم بيجدد يعني بعد طبيعي. عم نقول سنه بيقول لك خليني اجدد وانا هلا قبل السنه. هذا سبب بديهي تقريبا. سبب لانه هو كل انسان له حق يكون عنده جواز سفر. نعم. وفي منهم بيقول لك انا بدي اياه على 5 سنين جواز سفر او 10 سنين لانه بدي اقدم فيزا لبرا بيعطوني اياها على 3 سنين، وفي سفرات ما بتعطي اذا ما كان عنده تحت 3 سنين او 4 سنين. هذا جزء. الجزء الثاني في كتير ناس بالخارج يعني قالوا خلينا نجي برا بيكلفنا مصاري او اذا جينا نحن لهون السياحه أو نجي السياحه كمان اجوا لهون وعملوا جوازات السفر والاخري تقدموا. ثالث جزء عامل. كمان عامل بهذا الموضوع، ناس بتقول لك بده يغلى جواز السفر، خليني انا استفيد منه هلا بلكي بكره رفعوا الرسوم والى اخره. في ناس بتقول لك خليني ضب خليني احطه بالبيت مفكرينه شيء سلعه تجاريه او ربطه خبز او كذا. في ناس بتقول لك بلكي خلص هذا الدفتر بلكي خلص خليني روح انا مثل ما بيفكروا يعني انه كلها عوامل نفسيه. وفي قسم كتير اساسي منهم هالمجموعه اللبنانيين يلي حقيقه بحاجه لباسبور، بحاجه ياخذوا باسبور لانه الباسبور هو رمز الدوله اللبنانيه حامل جواز سفر بده يسافر فيه،
مضطر يسافر. هلا أنا سافر هجرة، بده يسافر عمل، سافر عمل سياحة، يعني طفل هيدا حقه بس بده يسافر، بده يسافر. طيب لما كل هاي العوامل تجتمع وبيصير في هذا الضغط الهائل، نحن اليوم بالأيام العادية مثل أي دولة بالعالم، يعني اليوم أنا مرة عم يخبرني صديق لإلي بدولة برا، دولة متطورة ومتقدمة جدا، عم يعمل باسبور لابنه، قال له بعد 6 أشهر تحصل عليه. بعد 6 أشهر اليوم بدك تعمل باسبور، تقدم باسبور عادي. هل تهافت اللي صار نتيجة هذه العوامل الكبيرة خلت إنه يصير في ضغط على مراكز الأمن العام في كل الدواء في كل المناطق والآخرة؟ نحن إمكانية الأمن العام كطباعة جوازات سفر بالأيام الذروة كانت توصل 2500. أمتى أيام الذروة؟ يعني وقت اللي بيكون في مناسبات دينية في الخارج، نعم. بيصير في طلب لجوازات سفر، نعم. تيقدروا المؤمنين أو في شيء الحجاجي يظهروا لبرا. هذه يعني كانت الذروة. نحن إمكانية الأمن العام بيقدر يطبع لحدود بين 3000 و 3500 باسبور بالنهار بالفول باور تبعه، نعم. بالفول يعني انتم عاملين يمكن في رقم بدك تقول لي انه خلال سنتين ثلاثة كم باسبور عاملين؟ لا ما انا بدي اقول لك ايه، مش هيك، بدي اقول انه هلا هالزحمه اللي صارت تهافت بينا بعدين انه 65% من هذه الجوازات يلي انعملت من 3-4 أشهر لهلا الى الان لم تستعمل من قبل أصحابها. يعني أخذوها وقعدوا، أخذوها وحطوها بالبيت حر. أنا ما عم قلو ليش أخذتها، بس إنه ما استعملها. بس شو كان عم يعمل؟ تهافت. كان عم ياخد درب واحد عايز إنه يسافر. جاي من السفر من برا تشق على عائلته أو على أهله، بهالمناسبة بياخد هالجواز السفر وبيرجع بيسافر. أكتر من هيك كمان 6000 باسبور اليوم موجودين بالأمن العام أصحابهم ما أجوا أخذوهم. أف نعم. ليه؟ يعني عملوا باسبور وما أخذوهم. عملوا باسبور إنه والله ودفعوا كل شيء، دفعوا دفعين كل شيء، بس 6000 باسبور بعده لحد هلا قاعدين. طيب ليه؟ معناتها في شيء غلط بموضوع التعاطي مع هذا النفسية، إنه لا خلينا نعمل باسبور، خليني أعمل باسبور أنا. وطبعا رح نقول له حق بكرة يعني. أوكي من حقه هذا، ايه. ما عم نقول شيء. هلا شو صار مؤخرا؟ هذا سأل يمكن صديقك كمان، بعتقد هلا بعت لي انه بيقدر يروح يعمل عندك باسبور بس سام عيده. لا عماد موسى عماد موسى مهضوم بده يعمل تحيه، انا بوجه له تحيه اكيد. انا بقول له لعماد موسى زميلنا وحبيبنا انه ان شاء الله ما تعوز تعمل باسبور بمده ساعتين، لانه اللي بده يعمل باسبور لمده ساعتين بده يكون عنده ظرف استثنائي لا سمح الله. يعني يا بده يكون انسان مريض مضطر انه يسافر ومضطر انه ينقل، وبنقدر نعمل له الباسبور مش بساعتين، يمكن نعمله بساعه، بس هذا ظرف استثنائي جدا وظرف انساني جدا بيكون، لانه تقدر تعمله بدك توقف كل الشغل تبعك تحت بالمختبر، مش برستيج يعني بالمختبر، وتروح تعمله وتمشي كل المكانات بالوقت اللي نحن المختبر تبع البيومتري هو بتطبع كل المجموعة مع بعضها، يعني بتشغل المكانات كلها سوا بنفس الوقت. بلا بسام عيدو، بسام عم يحكي عن الباسبورات باسبور بالخارج، بقول له لبسام رفيقي من ايام الجامعة انه نحن الرسوم التي تدفع على للجواز السفر في السفارات في الخارج هيدي مش نحن بنحطها، مش الامن العام يعني. هيدي مسؤوليه وزاره الخارجيه بالتنسيق مع وزاره الماليه. نحن عملنا كرسوم مستند الى الميزانيه، الموازنه اللبنانيه، والى تعليمات الرسوم. كل شيء تكاليف ماليه ما خصكم فيها يعني. بالخارج وزاره الماليه والخارجيه بالخارج مش نحن بنحددها. للسبب انا صراحه ما بعرف، هو عم يقول انه كان 40 دولار صار 100 دولار، ما بعرف. بس هيدي مساله تسال في الخارجيه. في شيء بعدك تقوله عن موضوع الجوازات؟ انا بس بدي اقول لك انه نحن مؤخرا يعني من حوالي 3 أسابيع انعطى تعليمات من قبل اللواء عباس ابراهيم
لتنشيط اكثر يعني شغل تكفيف. 24 ساعه ل 24 ساعه ببعض المراكز وبالمركز البيومتري وبدائره الجوازات. وانا عن جد بكل محبه بقول انه الله يعطيهم العافيه لانه عم يشتغلوا 24 ساعه على 24. وبتعرف شو اهميه الضغط. شفت وكيف انا رحت عملت باسبور وشفت كيف في تراكمات. كان في تراكمات من 3-4 اشهر. يعني كنا نحن بالايام العاديه يخلص الباسبور بخمس ايام عمل ويكون يجي واحد ياخذ من المركز اللي قدم فيه او بدائره العلاقات العامه خلال 24 ساعه بياخذ الباسبور وبتكون الامور ماشيه. صار فيها التراكمات لانه كنا نحن عم نستقبل اكثر من 5000 باسبور كل يوم بالوقت اللي نحن قادرين بس نعمل 3000 باسبور. يعني 5000 يعني باليوم يعني بالشهر 120,000 اذا عشنا على احد. طابعين خلال 3 اشهر 4 اشهر الماضيه حوالي 300,000 باسبور بالاضافه ل 20,000 جواز سفر فلسطيني. بتعرف نحن بنعمل جوازات السفر ل كم الف جواز سفر لصالح الخارجيه لانه نحن بنعملهم ووثائق البطاقات البيومتريه لانه كمان هيدي بالطباعه. يعني عندنا حوالي 380 وثيقه مستند انطبع خلال هالفترة. بس وصلنا لمرحلة انه هالتراكمات بلشنا بلشنا صفية نرجع للعمل العمل الروتيني العادي كل يوم بمعدل انه نقدر نقله للمواطن بدل ما يقعد 40 يوم تيحصل على جواز سفره لا بده يرجع بحدود العشر ايام. يعني بعد شي شهر من الان ببلش وهيدا هالشي. انت بتعرف يعني لما يتقدم الباسبور بده تدقيق طبعا. بده يروح على دائره الجوازات كمان بينعمل تدقيق لانه اي خطا بيصير خصوصا هلا اي خطا يعني. مادي بهذا الموضوع بيتحمل مسؤوليته الموظف او الشخص اللي هو يجيب. يعني حسب ما يكون حسب مكتوب بعض الاحيان بيصير في اخطاء وبدك تروح كمان على المختبر تبع انتاج هالجوازات السفر يلي كمان بدك تجيب هالجوازات وتتاكد منهم ترجع تحطهم بالمكانات حتى ينطبعوا لما يظهروا تتاكد اذا كل الامور الفنيه والتقنيه. يعني عندك مراحل كثير دقيقه وحساسه تيقدر هذا العسكري يقوم بواجباته على اكمل وجه وما يصير في اخطاء طيب جنرال باخر حلقه بدنا نحكي عن موضوع النازحين. وكان الامن العام يعني ولو خطوه بالشكل الكبير الوطني الكبير كانت يعني طفيفه او خجوله ولكن كانت مفيده. نعم. طيب بموضوع النازحين ان كان كمراقبه بوجودهم هون او دخولهم وخروجهم وكعمل لي ما بنقول ترحيلهم لردهم الى مناطقهم. في شيء جديد بهالموضوع؟ في شو بتحب تقول بالصراحة؟ يعني وقت اللي بلشت كورونا أثرت كتير هذه الجائحة أثرت كتير على بكل بلاد العالم ولبنان أثرت على قدرة الانتقال بالإطار الانتظام. نعم. الرحلات يلي كنا عم تعملوها يلي كنا عم نعملها عم تردوها. وبالصراحة نحن لحد هلأ ما في ولا أي مبادرة لا دولية ولا إقليمية إلا المبادرة اللي عم تقوم فيها الدولة من خلال الأمن العام. نعم. لحد هلا عم يصير في طبعا خروج السوريين. انت بتعرف انه في عنا النازحين المسجلين باليو ان اتش سي ار يلي معدل حدود بحدود المليون. نعم هون مسجلين مسجلين بين 900 والمليون حسب. نعم. وفي عندك العدد يعني بيتراوح بين المليون ونص والمليونين يلي معهم اقامات يلي ما معهم اقامات والى اخره. بس نحن من سنة 2017 لهلا لمبارح يعني نعم. صار ظهر من لبنان حوالي 593,731 رقم كبير نازل. يعني ليه ما حدا ليه مش معمم يعني مش كل الناس بتعرف هذا الرقم؟ ما هن هودي بيطلعوا كل يوم تباعا بس في مش هين 500,000 يعني نص مليون. في عندك 124 حوالي 125,000 كانوا مسجلين بسجلات اليو ان اتش سي ار كنازح 125,000 بيناتهم هودي. نعم. وفي عندك ال 468,000 من اللي معظمهم كان يا فايت خلصي يا امه كان هوني وبطل بده يبقى هوني بيرتاح الاوضاع انه فلوا والى اخره. نحن
يعني بعد العملية مستمرة أما بحسب لا ما في هلأ طالما جائحة كورونا وهالأمور يعني كل ما بيصير في إمكانية إنه يتأمن عدد معين نقدر نلقيهم أكيد عم طيب جنرال في سؤال يمكن حضرتك ما يكون مثلا ما بعرف إذا عندكم معلومات أو بعدين ممكن توزعوا شيء هيك في سؤال هو سياسي إحصائي بيقولوا إنه الفلسطينيون في لبنان في كمان كل شيء بوجهة نظر بلبنان حدا بيقول في 400,000 وحدا بيقول من هال400,000 باقي 140 أو 150,000 في منهم راحوا على أستراليا على كندا على كذا من الفلسطينيين واللي باقيين مش قد ما أنتوا قد ما فلان عم بيقول أو هذا في شيء منه إحصاء هذا لك أنا صراحة هذا الموضوع ما عندي إحصاء دقيق بهذا الموضوع هلا بين إيدي لا نحن عم نحكي بس أنا بقدر أقول لك شغلي إنه مقاربة هذا الموضوع ضمن أي إطار إذا عم تقاربه كلاجئ أو ك لا نعم سياسيا الفلسطينيين نعم الفلسطينيين هن اللي لاجئين إذا عم تقاربه الأساسيين اللي إجوا بـ 48 من دون عائلاتهم وأولادهم شيء نعم. وإذا عم تقاربهم أنه مع أولادهم وعائلاتهم يلي تاني. زادوا شيء تاني أو اللي سافروا سافروا لأنه في منهم عم بيقولوا أنه أخذوا جنسيات برا وبعدهم مسجلين ممكن. هون ممكن وفي منهم بيروحوا على سوريا وبيرجعوا بيجوا لهون أو بيجوا من سوريا وبيجوا وفي منهم عم يستفيدوا من الأنر بس كله موسع إن كان بوزارة الداخلية أو بالنسبة لنا نحن كأمن عام. طيب جنرال المنير عقيل أكيد نحن مشكرك من تلفزيون لبنان ونحبك كتير إذا عندك شيء بآخر هالحلقة ونحن دايما نحب نستضيف. أنا بدي أقول بس لللبنانيين إنه ما يعتلوا هم الباسبورات في باسبورات ورفع الرسوم هي مش نحن بنرفعها وزارة المالية هون بلبنان يعني هيدي بدها قانون وهيدي بدها موازنة جديدة يعني وقت بينعمل موازنة وكذا الموازنة بيلحظوا والباسبور بأي وقت اللي كان إذا واحد مضطر يسافر بيقدر يجي ياخذ الباسبور خلينا نوفر شوي على حالكم وعلى هالعالم يلي مضطرة تسافر نعم ويلي منه مضطر يسافر مش مضطر يجي يقعد ينطر تياخذ هالباسبور ويحطه بجيبته وبعد شي شهرين رح تكون ترجع اطمنوا انه في باسبورات ومستندات موجوده والامور رح ترجع على مجراها بعد اكيد اكيد اصلا رجعت يعني جنرال منير عقيل نحن نشكرك من تلفزيون لبنان رئيس تحرير مجله الامن العام مشاهدينا الكرام نشكركم والى اللقاء